الحمد لله، السلام عليكم. من أراد أن يتعلم علوم بإذن الله وأن تأتيه العلوم سواء في المنام، هناك من يتعلم في المنام بإذن الله، وهناك من يتعلم يأتيه شخص عن طرف شخص ويتعلم، وهناك من يفتح الله عليه ويصبح يعني لديه حكمة بإذن الله. فعليك بهذه الآية أن تقرأ 200 مرة في الصباح، أما إذا أردت أن تقرأ بدون عدد فقرأ بدون عدد، أما عددها فاقرأها 200 مرة في الصباح يومين، داوم عليها وسيفتح الله عليك العلوم. والطريقة الثانية، من أحسن تقرأ قبل النوم 200 مرة وتنام مباشرة، بإذن الله سيفتح الله عليك العلوم وستتعلم وأنت نائم وتستيقظ بعلوم بإذن الله. الآية سترى أمامك، هذه هي الآية، ما عليك إلا أن تطبقها وتقرأ كما قلت بالطريقة التي قلت. بإذن الله هذا كل شيء، وأتمنى لكم خير وإلى اللقاء.